سلام البنات ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كرواسون طريقة مختلفة كتقلى في الزيت بمذاق ديال البيني، سهلة واقتصادية وكتجي زوينة لا في الشكل لا في المذاق. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. غادي نحتاجو في المقادير نص كاس ديال الزيت، كاس العنبة، نص كاس ديال الماء دافئ، ونص كاس ديال الحليب حتى هو يكون دافي، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح.